مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم السبت 16 تموز عام 2022. اسف عم بسجل من برا، ممكن الصوت يكون فيه شويه تشويش. الحقيقه اليوم بدنا نحكي موضوعين بس، يعني موضوع زياره بايدن الرئيس الامريكي للسعوديه، بدنا نحكي عن موضوع اللجنه الدستوريه وتاجيل الجلسه اللي كانت مقرره ب 25 هذا الشهر. طبعا كان في زياره للرئيس الامريكي اول شيء مثل ما شفنا حكينا امبارح ل إسرائيل، من إسرائيل راح مباشرة إلى السعودية والتقى ولي العهد محمد بن سلمان والملك السعودي أيضا. وكان في طبعا على هامش الزيارة صار في شيء اسمه قمة جدة للأمن والتنمية، فإذا سبقوا الأمن على التنمية لحتى نتأكد بأنه كان لهذه القمة طابع أمني. طبعا وطابع أمني في مواجهة إسرائيل مثل ما حكينا أكثر من مرة. هلا الحقيقة الأمور شوي تكشفت، يعني دائما نحن كنا خلال السنوات الماضية إنه شو عم بيصير بالمنطقة، كيف هالمنطقة بدها تتشكل من حيث النتيجة. إذا بدنا ناخذ يعني هيك خلينا نقول على مدى عقدين من الزمان، ناخذ دائرة على مدى عقدين من الزمان وصولا إلى اليوم وهالقمة اللي أنا بعتبرها مهمة للغاية، فينا نقول بأنه النفوذ الأمريكي هي صبت في خانة زيادة النفوذ الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. وطبعا كانت كمان هذا الموضوع نوهنا له أكثر من مرة، كان الأسلوب يلي تم اتباعه مثل دائما يتبع نحن بمنطقتنا ويمكن غير مناطق العالم، ولكن عم نحكي منطقتنا، بخلق خطر من يعني على شعوب المنطقة، على أنظمة الحكم بشكل أو بآخر، يهدد وجودها، يهدد استقرارها. الولايات المتحدة الأمريكية بتنسحب شوي لحتى مجموعة الأنظمة أو الحكام يحسوا بهذا الخطر وجديته، وبعدين تيجي الولايات المتحدة الأمريكية كمنقذ وحامي لهذه الأنظمة والشعوب بين قوسين، يعني هكذا يبدو الموضوع. مع الأسف بؤرة الخطر يلي تم تشكيلها، يعني إيران ما كان، إيران بعيدة ما ممكن تشكل هذا الخطر الداهم يلي وصل على حدود الأردن، لذلك تم مع الأسف تشكيل هاي البؤرة في العراق، في سوريا وفي لبنان. هلا شو مصير العراق وسوريا ولبنان بعدين ما بنعرف، ولكن اليوم من الواضح حسب الخريطة، ومبارح حطينا أيضا هذه الخريطة، الشيء اللي اسمه الشرق الأوسط الجديد أو الشام الجديدة، يعني أيضا في بعض يعني المشاريع الاقتصادية يلي بتمتد من العراق إلى الأردن إلى مصر مع دول الخليج العربي، ولكن بدون ما يكون لسوريا ولبنان تحديدا أي وجود. ووجود العراق الحقيقة مرتبط لساته ما نو أكيد برأينا، العراق يتواجه ظروف حقيقة أمنية وسياسية صعبة للغاية، ما أعرف إذا إيران أو بيحسنوا ينزعوا من براثن إيران في السنوات القادمة، هذا الموضوع يعني بيضل في شك. بالنسبة لنا نحن في ذيل هذا المشروع، ما بنعرف شو مخطط لنا في يعني المستقبل، انه هل نكون فعلا بالمشروع او نضل نحن كبؤرة توتر يتم استثمارها من قبل جميع الدول بما فيها ايران واسرائيل والولايات المتحدة الامريكية. حقيقة اهم ما يعني ممكن نستدل منه على نتائج الزيارة هو البيان المشترك اللي تم نشره بوسائل الاعلام السعودية، بيان مشترك من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حول الزيارة. طبعا هو البيان طويل، إذا بدكم بحط لكم رابط مثلا بالعربية إذا مهتمين يقروا بالتفصيل، ولكن بدي مر على أهم يعني ما جاء بهذا البيان. كان في تسريبات أنه رح تكون زيارة بايدن هي للتنسيق بشأن الطاقة والنفط، وخاصة اليوم في يعني ظل نقص مصادر الطاقة جراء انقطاع الموارد من روسيا باتجاه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. تم الإشارة لهذا الموضوع في بداية البيان ولكن ليس بالتفصيل. قالوا على اتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن أسواق الطاقة العالمية على المدايين القصير والطويل، وكذلك العمل معا كشركاء استراتيجيين في مبادرات المناخ إلى آخره. فإذا في إشارة للتنسيق في هذا الموضوع، بتوقع هذا الموضوع يكفي. طبعا كان في منشور في 18 اتفاقية وقعت في كل المجالات ومن بيناتهم موضوع الطاقة، وبتوقع رح يكون في تنسيق تام فيما يتعلق في الطاقة بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة روسيا. هلا أيضا من يعني
ما ورد مهم أنا برأيي. أكد الرئيس بايدن على التزام الولايات المتحدة القوي والدائم بدعم أمن المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وتسهيل قدرة المملكة على الحصول على جميع الإمكانات اللازمة للدفاع عن شعبها وأراضيها ضد التهديدات الخارجية. وشددت جانبان على ضرورة ردع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول ودعمها للإرهاب من خلال المجموعات المسلحة التابعة لها وجهودها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين على أهمية منع إيران من الحصول على سلاح نووي. طبعا موضوع حصول إيران على سلاح نووي تم الإشارة له أمس من أيضا في زيارته لإسرائيل، ولكن هالفقرة متعلقة تماما بدعم السعودية في حربها باليمن. صحيح اليوم في هدنة، ولكن هذا الموضوع بيعطي قوة للسعودية. مثل ما شفنا إسرائيل يعني هي حسنة تنتزع نقطة أنا برأيي من زيارة بايدن لإسرائيل، بأنه هذه النقطة تتمثل في أنه منع إيران من حصولها على السلاح النووي وعطاء يعني الصلاحية أو السماح لإسرائيل بالقيام بما يجب القيام به لهذه الغاية. وتم ذكر موضوع يعني خلينا نقول تلويح بالعمل العسكري، مع أنه بايدن ما وافق على هذا الموضوع تماما، ولكن موضوع منع بكل الوسائل إيران من امتلاك السلاح النووي كان موجود ذكره. هون السعودية حسنت تنتزع أيضا نقطة أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية عم تحاول، أو هي أعلنت في البيان مو محاولة الحقيقة، أنه تضمن أمن السعودية وتوفير ما يلزم لحماية السعودية ضد تهديدات إيران والميليشيات، ومقصود فيها هون الميليشيات الحوثيين الموجودين في اليمن. هي النقطة الحقيقة مهمة كتير، وهي ما كتير معروفة في وسطنا في سوريا لأن ما كتير يمكن بتهمنا، ولكن الحقيقة هو صراع خفي بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أيضا بنفس الطريقة إيجاد البعبع والخطر وبعدين توفير الحماية يعني الخلاص أو مواجهة هذا الخطر، يلي هو الحفاظ على حرية حركة التجارة عبر الممرات البحرية الدولية الاستراتيجية، ولا سيما باب المندب ومضيق هرمز. ورحبا بقوة المهام المشتركة، هي قوة مشكلة بقيادة السعودية 153 للتركيز على أمن المضائق وزيادة ردع التهريب غير الشرعي إلى اليمن، لأن طرق الإمداد بالأسلحة تمر عبر هذه الطرائق من إيران إلى اليمن. ورحب الجانبان بتولي المملكة العربية السعودية قيادة قوى المهام المشتركة التي تعزز أهداف الأمن الملاحي إلى آخره. أيضا لاحظوا هنا مهم، مو بس أنه يعززوا، أيضا ربطوا هذا الموضوع بالأسطول الأمريكي. من خلال هالفقرة سيتم تعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية وقوى المهام المشتركة، هي الحكينا عليها، من خلال مركز التنسيق الإقليمي المترابط الذي ستكون قيادته من مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. فإذا ربطوا هالقوى يلي هي قوى محلية إقليمية مشتركة 153 المسؤولة عن حماية المضائق والحركة الملاحية في منطقة الخليج العربي مع الأسطول الأمريكي والأسطول الخامس الأمريكي يلي هو مقره بالبحرين. وكملوا كما أكدت الولايات المتحدة على أهمية التعاون المتزايد بين القوات البحرية الملكية السعودية وقوى المهام التابعة للأسطول الخامس إلى آخره، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الرصد إلى آخره. فإذا هي الفقرة بالنسبة لنا طبعا يمكن تكون بعيدة عننا نحن كسوريين ولبنان والآخري، ولكن حقيقة هي مهمة في إطار التحالف الأمريكي الخليجي في مواجهة على أساس بين قوسين إيران، وتعزيز مرة أخرى وتنقول نحن بالتعاون مع الأسطول، يعني الأسطول هو رح يشكل معظم عمليات الحماية والنفوذ العسكري في الخليج العربي. فإذا يعني اللي حصد أكبر مكاسب ممكن اليوم من كل هذا البيان المشترك والنقاط والاجتماعات والولايات المتحدة الأمريكية مرة تانية، ولكن بذريعة وجود الخطر الإيراني. أكرر هالفكرة لأن أنا بعتقد أنه هي فكرة مهمة. أيضا في إطار التقارب طبعا مرة تانية، كان التقارب بين الدول العربية وإسرائيل مستحيل، يعني تحديدا يعني أمام الشعوب العربية زي ما نقول الأنظمة ما عندها مشكلة، ولكن هالعشر سنين اللي شغل عليهم بالماضي على إظهار الشيطان الإيراني وخطره، وأصبح اليوم لمعظم الشعوب في منطقتنا خاصة يعني في دول العراق أو بعض مكونات العراق
سوريا يعني معظمها ولبنان أنه إيران هي الخطر الأكبر، وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي، فأصبح التقارب من إسرائيل مقبول بشكل أو بآخر. هلأ في ناس بتقولي لا، إسرائيل لساتها منبوذة ولا يمكن، وشوف مصر ك يعني كمثال. هذا الموضوع حقيقي، ولكن إذا بدنا نحط مقارنة بين إيران وبين إسرائيل بنشوف أنه فعلا المزاج العام في منطقتنا تغير، بحيث أنه يكون النظام الإيراني والخطر الإيراني أكبر من الخطر الإسرائيلي على المنطقة. وأنا هذا الموضوع مثلا بأكده بالنسبة ل السوريين، وبالتالي شفنا انه في صار في مجموعه من الخطوات باتجاه السعوديه اللي تعتبر يعني اكثر الدول يعني ممانعه من اجراء التطبيع مع اسرائيل. اول شيء فتحت الخطوط، انه الحركه امام الخطوط الجويه بشكل عام، والمقصود فيها انه اصبحت اليوم اسرائيل تستطيع او الطيران الاسرائيلي يستطيع ان يمر من فوق اجواء المملكه العربيه السعوديه. وايضا حلوا موضوع جزيره تيران يلي هي جزيرة نازلت مصر عليها، أو ضمن ترسيم الحدود في عهد السيسي تم الإقرار بتبعية هذه الجزيرة للسعودية. فيها يعني قوات حفظ نظام أمريكية رح بموجب هالبيان، خلينا نقول شو حكوا عليها ونقرأ. رحب الرئيس بايدن بترتيبات المملكة العربية للسعودية بشأن خروج القوى متعددة الجنسيات من جزيرة تيران، بما في ذلك خروج القوات الأمريكية الموجودة هناك كجزء من مهمة القوة مع الحفظ أو الحفاظ على جميع الالتزامات والإجراءات قائمة واستمرارة. وستم تطوير هذه المنطقة من البحر الأحمر لأغراض سياحية واقتصادية، مما يسهم في سلام وازدهار وأمن المنطقة. طبعا هذا الموضوع لم يكن ليتم بدون موافقة إسرائيل، لأن هي قريبة كثير من سيناء، ويعني في هون كلمة لإسرائيل فيما يخص المشاريع اللي بتصير في خليج العقبة و سيناء. وبالتالي هذا الموضوع يعني أن إسرائيل وافقت على العملية، على هالتطور المتعلق بهذه الجزيرة. في المقابل أشاروا مثل ما حكينا لموضوع العبور الطيران المدني الإسرائيلي تحديدا من فوق الأجواء السعودية. هلأ هي الفقرة مهمة كتير، رؤية 2030 يبدو أنه هي والله موافقة على مشاريع مستقبلية في السعودية، ولكن أنا فيني أقول يعني من خلال هالفقرة أنه مبروك لا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لأن هي الرؤية رؤيته والمشاريع مشاريعه، ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المشاريع، يعني أنه راح يكون محمد بن سلمان في السلطة إلى ذاك التاريخ، يعني بمشيئة الله، يعني إلا إذا الله كان له غير يعني غير ترتيب. بيقول رحب الجانب الأمريكي برؤية المملكة 2030، رؤية محمد بن سلمان، خطة المملكة الاستراتيجية للتحول الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية بجهود المملكة في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، تعزيز الحوار. كما رحبت المملكة بزيادة الاستثمارات القطاع الخاص الأمريكي في المملكة، مكاسب أمريكية جديدة ونفوذ أمريكي جديد في المنطقة، وكذلك زيادة الاستثمارات السعودية في القطاع الخاص الأمريكي. هذا التعاون الاقتصادي بين الطرفين يلي على الأغلب مصالحه بتصب الاقتصادية في الجانب الأمريكي، أمنية ممكن السعودية تستفيد. رحب الجانب الأمريكي بترشح المملكة العربية للسعودية استضافة معرض إكسبو 2030 وبعض المناسبات المهمة يلي تم ذكرها. فإذا مثل ما قلنا هذا الموضوع يعني هو عمادة أو مباركة استباقية لكي يكون محمد بن سلمان هو الملك السعودي القادم. قبل ما انتقل لسوريا، العراق بدي مر عليها طبعا في اكثر من مكان، وكان لحتى اذكر ممكن هلا ناخذ مقتطفات من لقاءات بايدن مع كل زعيم من الزعماء اللي زاروا مثلا مصر، الاردن، العراق، زاروا جده المملكه السعوديه في قمه جده الامن والتنميه، ولكن كان له لقاءات منفرده معهم. ولكن تم تضمين هذا في البيان المشترك فيما يتعلق بالعراق. اليوم في محاولات ل تخفيف اعتماد العراق على إيران، وخاصة في مجال الطاقة. بارح حكينا على موضوع الشام الجديدة وتصدير النفط العراقي إلى الأردن ومصر للحصول على الكهرباء. اليوم كانوا عم يحكوا بحسب البيان بأنه اتفاقيات التاريخية التي سيتم توقيعها على هامش قمة جدة للأمن والتنمية في 16 يعني اليوم، لربط شبكات، المفروض يعني اليوم يكون في توقيع ربط شبكات الكهرباء بين المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي بالعراق، من أجل تزويد العراق وشعبه مصادر كهرباء جديدة ومتنوعة.
طبعا لان العراق اليوم يعتمد كثيرا على المصادر الإيرانية في موضوع الكهرباء، فبالتالي وقت يمدوه بمصادر اخرى بخف علاقته مع العراق، مثل ما شفنا امبارح ايضا بين تركيا وروسيا. فبالتالي يعني الغرب، دول اوروبا وامريكا، من خلال وجود الثروه بايدهم والقوه بكل اشكالها، ممكن يقدموا مغريات لحتى يصبوا اطراف معينه الى الحلف بحسب رغبتهم وخدمه مصالحهم بسوريا. ما في شيء جديد الحقيقه، تاكيد على المؤكد، نفس القرار 2254 يلي بياكد على انتقال سياسي يعني وهيئة حكم انتقالية، ما في أي شيء جديد، تحرك باتجاه النظام أو تخفيف يعني اللهجة ضده، هو إصرار على هذا السياق، على موضوع إنجاز التغيير السياسي بمعنى تغيير النظام السياسي الحاكم في سوريا. وفي هون إشارة مهمة، حكينا امبارح على موضوع الغذاء مقابل النفط، حفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين. يعني هني حتى لو روسيا استخدمت الفيتو في الجلسة القادمة لمجلس الأمن حول تمديد إدخال مساعدات لسوريا، فهي بكل الأحوال راح يتم من خلال التعاون مع السعودية وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بتأمين الاحتياجات بأي طرق ممكنة تانية. بلبنان أيضا البيان الحقيقة بيعقد المشكلة في لبنان وبيزيد الاستقطاب، لأن أكدوا على أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية. طبعا في عرقلة لتشكيل الحكومة مثل العادة بسبب حزب الله، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات المقصود نشاطات حزب الله أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددين على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية. فإذا هذا الموضوع نقطة خلاف كبيرة بين الفرقاء في لبنان، أنه يكون السيطرة للدولة والأسلحة بيد الدولة، حزب الله ما نقبل بهذا الموضوع، إيران من وراء، بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن من أجل أن تمارس يعني الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة، فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها. فهذا الموضوع راح يعقد يعني الوصول الى تشكيل حكومه، راح يعقد موضوع الانتخابات الرئاسيه القادمه، وراح يزيد التوتر بين الفرقاء، هو قوه لي يعني الفرقاء في مواجهه حزب الله جعجع وغيره من الفرقاء، وبالتالي حزب الله راح ياخذ من وراء ايران مواقف اكثر حده بلبنان، الله يستر. يعني هذا اهم ما جاء في البيان المشترك. في بعض النقاط اللي بدنا نحكيها حول يعني اللقاءات الثنائيه اللي صارت بين بايدن وال يعني الرؤساء الموجودين الأردن مصر والعراق. قبل ما مر على شو صار بشكل ثنائي بين الرئيس الأمريكي، كان في تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن تقريبا يعني بنفس السياق اللي حكينا فيه، أكد على أنه الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي مطلقا، وتعهد بتعزيز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية في المنطقة. طبعا هي القمة اسمها قمة يعني قمة الأمن والتنمية، يمكن يكون ما تم مناقشة التفاصيل يعني ضمن هذه القمة، وحقيقة كان الوقت كثير ضيق لأنه جو بايدن أصلا غادر. هذا الموضوع بيكون مرتب بشكل سابق وبيتم متابعته لاحقا، وبيكون تم يعني خلال اللقاءات الثنائية إذا ما تم بحث التفاصيل في القمة، لأن ممكن يشكل إحراج أو حتى خطر على بعض الدول مثل الأردن والعراق إذا دخلوا هن بهالمنظومة أمام إيران، فبيتم ترتيب هذا الموضوع بشكل ثنائي بين بعضه. طبعا أكد الرئيس الأمريكي بأنه راح يكون في اتفاقات تجارة حرة واستثمارات سعودية في الأردن، أيضا محاولة لدمج الأردن. طبعا مرة تانية نحن بنحس حالنا أنه اليوم في يعني إعادة تشكيل لما يعرف باسم العالم العربي، يصبح أقرب إلى إسرائيل، تصبح أو يصبح نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية أكبر أيضا في هذه المنطقة لحماية المصالح. ولكن طبعا هن على يعني بالمقابل هن ما تعرضوا اللي تعرضنا له من التدمير والتهجير والخراب يلي صار عنا، يعني بتمنى ما يتعرضوا لهذا الشيء،
يبدو بأنه وإن زادت يعني مصالح الولايات المتحدة، الآن بالنهاية السياسة أنه أنت تختار الممكن، تختار الأفضل على ما يبدو طبعا، والولايات المتحدة الأمريكية تملك من القوة بحيث يمكن أن تفرض إرادتها في منطقة من المناطق. ترى دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول مثل الأردن ومصر أنه هذا الخيار يعني الوحيد الأفضل بالنسبة له. فإذا في محاولة دمج اقتصادي حتى من خلال زيادة الاستثمارات السعودية في الأردن، الربط مثل ما قلنا بين العراق والأردن ومصر، الربط بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي. وأيضا أكد الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة أن تسمح للقوى الخارجية بالتضييق على المضائق المائية، هذا الشيء اللي حكينا فيه قبل شوي وكان واضح من خلال البيان. وأخيرا قال، وهون بقى يعني ممكن نيجي للنهاية، نهاية هذا إذا نحن دورنا البيكار على مدة عقدين أو أكثر من الزمن نوصل لها النتيجة، أنه الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى. فإذا هي عودة الولايات المتحدة الأمريكية، زيارة بايدن أنا برأيي بقوة إلى هذه المنطقة حيث تلعب منذ عقود دورا سياسيا وعسكريا محوريا، لن تسمح بوجود فراغ تملأه قوى أخرى، لن نتخلى عن الشرق الأوسط ولن نترك فراغا تملأه الصين أو روسيا أو إيران. إيران وروسيا يلي بده يكون في لهم قمة يعني آتية بعد يومين أو ثلاثة على ما أعتقد. هلا بشكل سريع بالنسبة للقاءاته الثنائية، فينا نشوف لقاءه مع الأردن. الشيء اللي رشح عن الأردن أنه أيضا تأكيد تعزيز التعاون والشراكات مع الخليج والعراق في مواجهة الأزمات، وأيضا أشار العاهل الأردني إلى ضرورة وجود جهود لمكافحة المخدرات وتهريب الأسلحة على حدود المملكة. أيضا يعني هو هذا الموضوع من مصلحته، أشار له في لقائه مع بايدن، ويقصد فيه الشيء ذكرناه أكثر من مرة، ما هو موجود من تواجد الميليشيات الإيرانية وعمليات التهريب والخطر الأمني على الأردن في جنوب سوريا. السيسي يعني حكى كلام عام يتعلق بمصالح مصر، ولكن أشار إشارة مهمة قد يعني تنطبق على اليمن وعلى سوريا أيضا. أوضح السيسي بأنه يجب الاستمرار في مواجهة قوى الإرهاب التي تحظى بدعم من قوى خارجية، لا مكان للميليشيات ولا لداعميها الذين يوفرون لها المال والسلاح. وهذا الموضوع طبعا هو ما ممكن يكون موقف هيك على سبيل المثال بمصر وسيناء ويكون هو مع الميليشيات الإيرانية في سوريا. لذلك بنقول انه موقف مصر هو مرة تانية منأكد، والأردن وكل معظم الدول العربية، انا اعتقد حتى الجزائر ويعني الدول القريبة من النظام، هي مع عودة سوريا وليست مع عودة النظام وإيران إلى الجامعة العربية. في فرق بين عودة سوريا بين قوسين العربية المنسجمة مع محيطها أو عودة إيران إلى الجامعة العربية، موضوع بيختلف بين الاثنين. مرحبا فيكم من جديد واستعراض أحداث اليوم السبت 16 تموز عام 2022. الموضوع الثاني طولنا بالموضوع الأول ولكن هذا الموضوع مهم كثير، راح نحكيه باختصار. طبعا نحن اليوم السياسة الخارجية السورية مسيطر عليها من دولتين، فيما يتعلق بالإقليم مسيطر عليها تماما من قبل إيران، وفيما يتعلق بعلاقاتنا مع دول العالم مسيطر عليها من قبل روسيا. نحن اليوم مسلوبي السيادة بشكل كامل على قرارنا الخارجي، على السياسة الخارجية السورية. كان من المقرر بإجراء جولة جديدة للجنة الدستورية ضمن مسار الحل السياسي، فنحن نعرف أنه ما بقي من الحل السياسي والقرار 2254 هو اللجنة الدستورية وصياغة الدستور. طبعا في مطمطة، وأنا لا أتوقع أنه أصلا يكلل هذا المسار بالنجاح، ولكن يعني كان هو من ضمن التأكيد والتذكير بهذا المسار. كان في جلسة مقررة 25 بالشهر. نعرف اللجنة الدستورية فيها ثلاث مكونات، جزء يمثل المعارضة وجزء يمثل النظام وجزء يمثل المجتمع المدني. تم اليوم أو في اليوم خبر أنه تم تأجيل الجلسة لأجل غير مسمى. وصل رسالة للجزء اللي يمثل المعارضة بأنه هذا الموضوع تأجل. شو السبب؟ يعني بما معناه أنه رئيس الوفد الحكومي أرسل رسالة لبيدرسون ممثل الأمم المتحدة أنه والله نحن ما مستعدين للمشاركة في الدورة التاسعة إلا عندما تتم تلبية الطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي. فيعني بما معناه قالوا له أخي يعني روح شوفوا روسيا شو بدها، بعدين نحن بنيجي على الاجتماع. طبعا روسيا ما لها أي علاقة بهذا الموضوع، يعني موضوع اللجنة الدستورية هو المفروض يكون بين أطراف
سورية خالصة، مو مثل أستنا وسوتشي وغيره من المسارات، هو مشروع أو هو مسار يخص السوريين ويقام في جنيف لأن هي تعتبر منطقة محايدة ومستقلة. طبعا كان في اعتراضات في الاجتماع الأخير للجنة الدستورية من قبل روسيا أنه والله جنيف ما ظلت منطقة مستقلة، وبالتالي نحن ما بنقبل، بدنا ننقل الاجتماعات إلى منطقة أخرى، ربما تكون الإمارات، ربما يعني تكون مكان آخر، ولكن لن نقبل بأن تستمر الاجتماعات. ونفذوا الروس تهديدهم وأمروا، أعطوا أمر للنظام السوري بأن يعني يؤجل أو يرفض حضور الاجتماعات، يعني هي الطلبات الروسية ما في غيرها. فإذا يتم استخدام اليوم سوريا ومصادرة قرارها السيادي من أجل تحقيق مكاسب يعني روسية في مواجهتها مع الغرب، يعني نحن شو دخلنا إذا روسيا بالنسبة لروسيا في مشكلة بالوصول إلى جنيف أو في مشكلة بين روسيا وجنيف؟ ما الوفود كلها سوريا قادرة أن توصل وتتفاوض، وهذا الموضوع مسار تحت رعاية الأمم المتحدة وضمن قرار أممي، ما له علاقة بشيء ثنائي مثل باقي المسارات مثل ما ذكرنا، لحتى يكون في ممثلين عن روسيا أو يكون روسيا لها علاقة، ولكن تملك روسيا أن تعطي أوامر للنظام بتعطيل هذا المسار نكاية في الغرب. ولكن آخر شيء نحن السوريين خسرنا أي أمل من خلال يعني هذا الموضوع، الحقيقة ما ببشر بالخير على الأطلاق، مو لأن نحن كنا متأمنين بالمسار السياسي بأنه يوجد حل باللجنة الدستورية، ولكن نحن كنا عم نقول أنه في هذا المسار يذكر بالحل السياسي ويبقي على قيد الحياة قدر الإمكان. اليوم روسيا أثبتت بأنه تستطيع استخدام هذه الورقة من أجل استخدامها لمصلحتها الخاصة بدون مراعاة أي مصالح للسوريين. فهذا الموضوع أنا حبيت أوضحكم إياه، ممكن نحكي فيه بالتفصيل بالأيام القادمة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.